وارجع تاني بقى للبرنامج الانتخابي اللي هو احنا بنتكلم. كان ده الهيكل اللي قدام حضراتكم ده، كان ده الهيكل الموجود. النادي الاهلي عنده، ابتدينا بايه اساس النادي الاهلي وايه الشعار بتاعنا؟ الشعار بتاعنا اللي هو التاريخ، المبادئ، التطوير. ده الشعار اللي احنا بنينا عليه حاجات كتير جدا. شعار النادي الاهلي كمان بالنسبه لي اهم الاعمده الرئيسيه عشان تخدم كيان النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وتطوير، ان احنا لازم يكون في عندنا الاداره المحترفه وعندنا الاستثمار والموارد المبتكره وكمان عندنا الخدمه الاجتماعيه وعندنا النشاط الرياضي وعندنا ده، كل ده بيخدم الكيان بتاع النادي الاهلي. نفتكر مع حضراتكم بقى كده ونراجع تاني مع حضراتكم ما تم في 30 نوفمبر 2017. احنا تقدمنا وحضراتكم سعيتوا لخدمة ناديكم وسعيتوا ان انتوا ترسموا وتشاركوا بقوة في مسيرة النادي الاهلي وفي مستقبل النادي الاهلي. فانا بشكركم جدا جدا على ده.